احنا مش مجرد يعني ممبرز في تيم، احنا اخوة فريندز ومنحب بعض، منأدي الشيء عن شغف وعن حب. اصدقاء في حياتي واحنا زي بعض زي اخوات يعني، بس بيننا صداقة قوية. احنا حابين نضل، احنا بلشنا مع بعض وان شاء الله رح نكمل مع بعض، نشارك بحفلات ونصير معروفين هيك. يعني علاقتي فيهم كثير منيحة ودائما نطلع يعني نتدرب مع بعض وبنغني مع بعض فبننبسط. إلي من زمان أنا وياهم صحبات، بحبون كتير وأنا بحبهم، تعاملنا معنا كويس، إن شاء الله بنضل تمام كبار مع بعض وبدوم الصحبة. إحنا يعني من قبل يعني قبل ما الفرقة كنا صحبات كثير ونحب بعض. حابين يكون إنه صوت واسع، إنه يعني تنتشر موهبتنا، مش إنه نكون بس بعض ومحصورة في مكان أو في حد معين، حابين إنه نرفع صوتنا. الروزانة روزانا كل ليل هنا فيها، شو عملت الروزانا الله يجازيها، كل من واليف ومعونا والي فرح. احنا منتجمع بالمدرسة لما يكون في مناسبات يعني عالمية، فمنغني بالمدرسة، ولما كمان تجمعنا البلدية هون لما يكون برضو كمان في فعاليات ونشاطات منتدرب لحالنا. نحن عنا طموح ونفسنا نكبرها وموهبنا، يعني عنا مواهب إنه رح نبينها. أول إشي لأن إحنا بنات نفهم مع بعض وإحنا في بيننا صداقة من المدرسة. أول شيء أهم شيء إحنا لازم نملكه هو الموهبة، والحمد لله إحنا ممتلكين هذا الشيء. فتاني شيء الأشياء التانية رح تكون so easy إنه إحنا نوفرها. الإمكانيات التانية هو أن يكون عندي الآلات هلأ إحنا وفرت لنا إياها المدرسة، بس إذا كان في حدا رح يتمنانا وحدا يتبنانا إذا هيك رح يدعمنا، رح يعطينا أدوات، إنه أنا فيني أحمل أداتي معي، أورجي معي، جيتاري معي، يعني it will be so good. يعني رح عن جد نبدع هاي المجموعة بعد 10 سنين، رح نصير نطلع على صورنا وعلى ذكرياتنا، نصير نحكي إحنا كنا نعزف هون، إحنا كنا هون، إحنا كنا ولا إشي بالنسبة للي إحنا فيه هلا. بعد 10 سنين أنا بشوف حالي إنه رح يصير لي اسم مشهور باسم الفرقة، رح يكون اسمنا مشهور.